عايز أبدأ مع حضراتكم بصورة الحقيقة. صورة هتطلع قدام حضراتكم على الشاشة حالا. دي مواطنة مصرية طبيبة اسمها الدكتورة داليا محرز، عندها 28 سنة. طفلها اللي شايلاه ده يبلغ من العمر دلوقتي سنة وتسع شهور. دكتورة داليا ممكن تبقى أخت حضرتك، ممكن تبقى زوجة حضرتك، ممكن تبقى والدتك، ممكن تبقى شقيقتك، ممكن تبقى قريبتك، ممكن تكون صلة القرابة اللي بتجمعك بيها، أيا كانت. دكتورة داليا هي ملاك من ملائكة الرحمة، وحقيقي من ملائكة الرحمة، لأن واضح إن هي كانت بتشتغل بكل إخلاص وبكل تفاني في عملها، وكانت بتروح كل يوم المستشفى اللي بتشتغل فيها، وهي ما بتفكرش غير في ان هي تمارس دورها، تعمل اللي هي المفروض تعمله. دكتورة داليا واحدة من الأطباء المصريين اللي بطبيعة الحال طبيعة شغلهم بتعرضهم كل يوم وكل ساعة وكل ثانية وكل لحظة بيتعاملوا فيها مع المرضى بتعرضهم لخطورة. شغلانتهم طبيعتها كده ان فيها نسبة من الخطورة. ايه نسبة الخطورة؟ في يعني مخاطر كتير جدا، بس يأتي على رأسها العدوى، ان ممكن حد يصاب بعدوى. ويمكن لو قريتوا اهم التقارير الطبية اللي بتتكلم في العالم كله عن الامراض بصفة عامة، هتلاقوا ان من ضمن الحاجات المصنفة الاخطر على مستوى العالم اللي ممكن تقضي على البشرية هي الامراض المعدية. دكتورة داليا الله يرحمها اتوفت. ليه؟ هنا في روايتين، رواية بيؤكدها أو بتؤكدها أسرتها، والرواية دي مش عايزة تقرب ليها أو تلمح لها أو يمكن كمان بتنفيها وزارة الصحة. دكتورة داليا أصيبت بمرض اسمه مرض الالتهاب السحائي. يمكن تكونوا سمعتوا الاسم ده أو المسمى ده أو هذا النوع من المرض خلال الفترة اللي فاتت، ويمكن تكونوا كمان وانتوا بتتابعوا معانا في البيت بيتك لما بدأ بعض الناس يقولوا ان الوباء ده موجود، كانت دايما وزارة الصحة بتنفي انه موجود. دكتورة داليا واضح ان اصابتها هذه العدوى واتوفت. طيب الدكتور من دول اللي شغلانته فيها نسبة عالية من الخطورة بتعرضه ان ممكن يتعدي بأي فيروس، أي بكتيريا، أي مرض، هل وزارة الصحة مش عاملة حساب لده؟ لا، عاملة حساب لده الحقيقة، عاملة حساب. عشان كده عاملة بدل اسمه بدل عدوى. بدل عدوى ده المفروض ان الدكتور من دول لما لا قدر الله يعني يتصاب او يتعدي بمرض معين او فيروس معين او بكتيريا معينة، ياخد بدل العدوى دول اللي بتصرفوا له كل شهر عشان يصرف على علاجه. بدل العدوى ده قد ايه؟ هديكوا ثانيتين كده تفكروا، تضربوا رقم في دماغكم. بدل العدوى اللي بياخده الطبيب كل شهر عشان لا قدر الله لو اتصاب بمرض يصرف البدل ده من البدل ده على علاجه وهو بيعالج نفسه. البدل ده قيمته 19 جنيه. 19 جنيه. يعني أقصى حاجة ممكن يعالجها شوية عطس كده، انفلونزا عادية. ولا انفلونزا طيور حتى، ولا انفلونزا خنازير، ولا المسميات الانفلونزا الموسميه بقى بمسمياتها المختلفه. 19 جنيه يا دوبك يجيبوا له علبه، مش هقول اسم دواء بس عشان ما يبقاش اعلان يعني، اللي هو ياخد منه حبيتين ثلاثه على كام يوم البرد ممكن يروح. الطبيب من دول لا قدر الله لو اتصاب بالالتهاب السحائي، لو اتصاب بفيروس سي، لو اتصاب باي نوع تاني من الفيروسات او البكتيريا او الامراض، هيعمل ايه؟ 19 جنيه. افتكروا بس حضراتكم ان احنا في البيت بيتك لما ناس كتير في مصر بدأوا يتكلموا ان في محافظاتهم في حاجة غريبة بتحصل، في مرض بيشوفوه لأول مرة تقريبا، مرض اعراضه بتؤدي الى الوفاة، اسمه الالتهاب السحائي. وقتها الكلام ده كان من حوالي شهر ونص تقريبا، شهرين في الحدود دي، وزارة الصحة كانت دايما بتنفي تماما وجود هذا الوباء، وانه لا ده دي اسباب تانية اللي ادت للوفاة، او اسباب تانية اللي ادت لظهور هذه الاعراض، انما مفيش حاجة اسمها التهاب سحائي موجودة عندنا.
الواقع ده لسه موجود لحد يومنا هذا. النهارده اسره الدكتوره داليا ربنا يرحمها ويصبر اهلها بتقول ان دي اعراض التهاب سحائي. بناء على ايه؟ بناء على تحاليل اتعملت، تحاليل معينه للنخاع الشوكي اللي من خلالها تقدر تعرف ايه نوع المرض او الفيروس اللي كان موجود، واللي التقارير الطبيه بتقول انه التهاب سحائي، بينما وزاره الصحه بتنفي بتقول ده مش التهاب سحائي. ده الجدل اللي موجود دلوقتي في المنطقه دي. الاسره عندها تقارير طبيه بتقول كذا، وزاره الصحه بتقول لا 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 ده حاجه ثانيه. وزاره الصحه بتقول ان الدكتوره داليا كان حصل لها قبل كده من فتره، من كام سنه، حادثه عربيه، وانه التطورات اللي حصلت الاخيره دي بسبب مضاعفات حصلت من الحادثه وادت الى الوفاه. الدكتوره داليا اللي وزاره الصحه بتقول ان السبب هو حادثه العربيه اللي حصلت من كام سنه، بعد حادثه العربيه الدكتوره داليا اتجوزت وخلفت. هل الكلام منطقي؟ انا مش دكتور الحقيقه، بس مش شايفه منطقي. حقيقي مش شايفه منطقي، ولو كانت الاسره معاها تقارير طبيه بتقول ان ده التهاب سحائي. هو احنا بنستخبى ليه؟ لو عندنا مشكله ما نحلها، هو احنا تاني هنقول ما عندناش مشكله ويطلع ان في مصيبه؟ هنقول ما عندناش مشكله فمش هنتحرك في الاتجاه الصح ونوجه دفتنا للاتجاه الصح عشان نلحق المشكله قبل ما تتفاقم؟ يا عالم في كام حد تاني ممكن يكون اتعدى من المرض ده؟ ويا عالم الدكتوره داليا لا قدر الله ممكن مين من اسرتها يكون اتعدى؟ ما هو مرض معدي. فحضراتكم انا لحد النهارده انا مش عارف ليه ساعات في بعض المواضيع رغم ان الازمه بتكون موجوده احنا ما بنتكلمش عن تفاصيلها وما بنقولش الحقيقه